أختنا تسأل وتقول: ما حكم الأكل والشرب واقفا، علما بأننا كثيرا ما يكون الواحد مستعجلا ويفتح الثلاجة ويتناول الماء لكي يشرب وهو واقف، هل هذا جائز أو لا؟ لا بأس بذلك، لا بأس بالأكل والشرب واقفا، وإن كان الأفضل والأحسن أن يكون جالسا. الأكل والشرب الأفضل والأحسن أن يكون جالسا وقت الأكل ووقت الشرب، فإذا أكل أو شرب وهو واقف أو وهو ماشي فلا بأس بذلك، والحمد لله. نعم.